أكيد كل الصبايا ناطرين يعرفوا شو موضة خريف وشتاء 2019-2020. أنا وإنتو رح نعمل جولة ونشوف شو الجديد يلي قدمونا إياه مصممين الأزياء. رح بلش بموضة الريش. الريش كتير دارج بهيدا الموسم وكل مصمم قدمه على طريقته. مثلاً منشوف إنه مايكل كورس حب إنه يقدمه بطريقة فاخرة جداً، أما جيان باتيستا فالي فحب إنه الريش بس يكون بالأحذية. أنا بدي أعطيكم هون نصيحة إنه لكل الصبايا يلي بيخافوا إنه يلبسوا الريش بالكامل، فينا اليوم نلبسه بطريقة كتير خفيفة، لأنه كتار من المصممين حبوا إنه يقدموه بملابسنا اليومية، ففيكن تتبعوا هيدي الموضة وتكونوا كتير ترندي. القبعات الكبيرة الفاخرة رح منشوفها كمان كتير بهيدا الموسم، كنا نشوفها كتير بالتسعينيات وكانوا يقدموها بطريقة مختلفة، أما بهيدا الموسم فمنشوف إنه عم بيتخلّى كتير من الدانتيل من الفوفر وأيضا رح منشوفها بالجلد، أما فينا نقول إنه توم فورد حب يقدم هالستايل بطريقة كبيرة كتير. الأكتاف المنفوخة والقوية سيطرت على رانوي شتاء 2019-2020، ففيني قلكن صبايا إنه حتى هالستايل فيكن تعتمدوه بأوقات النهار، لأنه التيشيرت يلي كنا نلبسها بيومياتنا صار عم بيتخلى الكتف المنفوخ، وهيدا الشيء بيعطي أكيد أناقة أكبر، وحتى فيكن تلبسوا هيدا الستايل إذا كان عندكن أي مناسبة كبيرة، وفي يقول كمان للعروس إنه بتعتمد هالستايل هيدا. كنا شفنا بالمواسم الماضية إنه الحقائب بالحجم الصغير كانت كتير مسيطرة، ولكن بدي لكم صبايا إنه بهيدا الموسم كل ما كبرتوا الحقيبة كل ما كنتوا على الموضة أكتر. فينا نقول إنه بتنحمل بطرق مختلفة، البعض من المصممين حبوا إنه يقدموها بطريقة الكلاتش، أما البعض الآخر فحب إنه نحطها على كتفنا. أنتوا اختاروا يلي بتحبوه. نوصل للألوان يلي دارجة لموسم الشتاء. بدي قلكن إنه الأصفر رح بيكون طاغي بهيدا الموسم، ما تخافوا منه لأنه دارج إنه يكون اللوك بالكامل بهيدا اللون. فيكن يا صبايا تختاروا الدرجة يلي أنتو بتحبوها ولازم لازم تزينوا خزنتكن بهيدا اللون. نوصل للفساتين والتنانير. بدي لكم صبايا لازم بهيدا الموسم تنسوا شوي القصير أو إذا بدكن الطول المتوسط وتركزوا على الماكسي يلي بيوصل للكاحل، هيك صار فيكن أكيد كمان تبينوا الشوز تبعكن. إذا كنت بحاجة لمعطف جديد دفي حالك فيه بفصل الشتاء، أنا بدي أقلك إنه تختاري الكيب يلي هو قطعة كتير مميزة بهيدا الموسم ورح بتزين على الأكيد إطلالتك وين ما كنتي. التركيز أيضاً بهيدا الموسم رح بيكون على الصوف وخاصة مع العقدة بأشكال مختلفة، وهالستايل شفناه كتير على منصات عروض بيربري لشتاء 2019-2020. نوصل للأحذية. بحب طمنكم صبايا إنه الأحذية بالألوان الفاقعة والنيون هي كتير إن لهيدا الموسم، فما تخافوا منها، حتى إذا كنتوا عم تشتغلوا بأوقات النهار فيكن تعتمدوا هيدا الستايل، شفناه كتير بمجموعة سان لوران، فيكتوريا باكهام وبوتشي. الباج الباج والباج بالكامل هو يلي رح بيسيطر بالموسم المقبل. صبايا بعرف انه هاللون مش كتير محبوب يمكن اذا بدكن عند كتار، بس انا بقلكن فيكن تختاروا منه يلي بيناسب لون بشرتكن. حتى قدموه بعض المصممين بماشي الحرير وشفناه بعروضات ازياء العديد من المصممين مثل ماكس مارا، فالنتينو وحتى فندي.